بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في حصة للأشغال التطبيقية. سنقوم خلالها بدراسة تجريبية لشحن وتفريغ المكثف. نتكلم عن ثنائي القطب RC. إذن والعوامل المؤثرة على مدة شحن وتفريغ المكثف. سنحتاج في هذه التجربة لراس التذبذب لمعاينة التوترات، مولد التردد المنخفض GBF، مقاومة متغيرة قابلة للضبط يمكن تغيير قيمها، مكثف بوات كوندنساتور، مكثف سعته C قابلة للضبط. بالنسبة لبعض أمثلة للمكثفات الموجودة في المختبر، مثلا هذا كنقراو عليه، السعة هي 4900 ميكرو فاراد، موصلات أومية بمقاومات مختلفة، ولكننا سنستعمل مقاومة متغيرة متحكم فيها. إذن نبدأ على بركة الله. بالنسبة للتبيانات التجريبية، تتكون من مولد مرتبط مع موصل أومي ومكثف. نتكلم عن ثنائي القطب RC. أولا سنقوم بإنجاز تبيانات التركيب التجريبي. المولد يتكون من قطبين، قطب موجب بالأحمر وقطب سالب باللون الأسود. سنصله به الموصل الأومي. الموصل الأومي عنده مربطين، إذن بالقطب الموجب. ثم نصل الطرف الآخر للموصل الأومي بالمكثف. إذن بالنسبة للمكثف غادي ناخذ قيمة في الوسط، ناخذ مثلا 1 ميكرو فاراد. فقط ننتبه القطبية ديال المكثف، هذه الجهة تمثل القطب الموجب بين الجهة الأخرى قطب السالب. ثم نصل القطب السالب دائما واحد بالقطب السالب للمولد. إذا عندي دارة مغلقة. نبدأ أولا بتشغيل المولد. إذا هنا بالنسبة للتردد فريكونس 472 هرتز. بالنسبة للمولد التردد المنخفض نضبطه على التوتر المربعي. إذا هنا عندي الذي نستعمله المربعي، ونتأكدوا على شاشة راسي التذبذب كل شيء هنا كذا ماش. إذا نتأكدوا على شاشة راسي التذبذب من أن نربط مولد براسي التذبذب، القطب المجمع القطب المجاب والقطب السالب الطرف الآخر. إذا تلاحظون حصلنا على توتر مربع. خلال هنا عندي رطبة صاعدة وهنا رطبة نازلة. إذا خلال رطبة صاعدة سنعاين الشحن ورطبة نازلة سنعاين التفريغ. تأكدنا من التوتر المربعي. سنعيد المرابط إلى موضعها. إذا في هذه التجربة سنعاين التوتر بين مربطي المكثف. المدخل سيكون مرتبط بالقطب الموجب، إذا اللون الأحمر سيكون مرتبط بالقطب الموجب كما تلاحظون بهذا الشكل، والمربط الآخر بالقطب السالب. سنحصل على هذا الشكل كما تلاحظون. كاين السلك هنا، إذا نغير قيمة المقاومة. إذا تلاحظون خلال الرطبة الصاعدة نحصل على شحن المكثف، خلال الرطبة النازلة لدينا تفريغ المكثف. المكثف نرجعوا لواحد، نتكلموا على أنظمة المنحنى. إذا في البداية نكبر المقاومة، وي هنا مدة الشحن تقريبا 1.25 فيكسي بوزيسيون، دونك هنا فيكسي على اكس هنا سير كي راه نعم. اذا تقريبا واحد فاصله جوج سيكون هي مده الشحن. النظام الاول يسمى نظام انتقالي، مده او التوتر يزداد بالجزئين، والنظام الثاني يسمى نظام الدائم حيث تبقى قيمه التوتر ثابته.
الآن سنتطرق إلى العوامل المؤثرة على مدة شحن وتفريغ المكثف. إذا مدة شحن المكثف هي المدة لكي يصل التوتر بين مربوطي المكثف إلى قيمة ثابتة. إذا كتلاحظوا معي هنا مدة شحن المكثف تقريبا 3 تربيعات أو 3. بالنسبة للحساسية المستعملة، إذا الحساسية الأفقية كنقراو على جهازنا عندي 1 ملي سكوند باغ ديفيزيون، يعني أن مدة شحننا 3 دريجات يعني 3 ملي سكوند. الآن سنتعرف على العوامل المؤثرة أو المقادير المؤثرة على مدة شحن المكثف. بالنسبة هنا عندي المقاومة هي 10، كتلاحظوا أن مدة الشحن هي 1.2. نكبرها هاد لابوات نورمال زيرو، إذا هنا 1% هي 110. مدة الشحن 3 مربعات، قلنا 3 ملي سكوند، إذا كل نكبر المقاومة 210 كاين ونمسك. إذا كتلاحظوا أن مدة الشحن تزداد، نظام انتقالي مدته تزداد. نفس الشيء كلما ازدادت المقاومة تزداد مدة. نفس الملاحظة بالنسبة لمدة التفريغ، عندما نزيد في قيمة المقاومة R نلاحظ أن مدة تفريغ المكثف تزداد، إذا نقول أن هناك تناسب اضطراري. الآن سنتعرف على تأثير سعة المكثف على مدة الشحن. إذا السعة المستعملة هنا هي 1 ميكرو فاراد. سأقوم بإضافة مدة الشحن، قلنا تقريبا هي 3 ديال التدريجات يعني 3 ملي سكوند. غادي نزيدو في قيمة سعة المكثف، دونك 1 نكبرو 2.2 ميكرو فاراد. إذا لاحظتو مدة الشحن ازدادت. إذا كنا في هاد الموضوع اللي هو 1 ميكرو سكوند، دونك شنو غادي نديرو دابا؟ غادي نقصو قيمة السي. شوفوا المدة ديال الشحن، ها ستتغير أو كيف ستتغير، حنقفل أنها غادي تغير. إذا لاحظنا أن مدة شحن شحننا تقريبا مربع و 0.25، نقولو تقريبا مربع ونص يعني 1.5 ملي سكوند، أي أن مدة الشحن المكثف 1.5 ملي سكوند بالنسبة ل 0.47 ميكرو فاراد. إذا الاستنتاج كلما نقصت قيمة سعة المكثف تنقص مدة شحن المكثف، وبالتالي يمكن نخرج بخلاصة عامة. العوامل المؤثرة على مدة شحن المكثف هما 2، مقاومة الموصل أمي وسعة المكثف. طول تتناسب اضطرادا أو مدة الشحن تتناسب اضطرادا مع كل من المقاومة R وسعة السيلي المكثف. إذا كنا في هذا الموضوع اللي هو 1 ميكرو سكوند، دونك شنو غادي نديرو دابا؟ غادي نقصو قيمة السي. شوفوا المدة ديال الشحن، ها ستتغير أو كيف ستتغير، حنقفل أنها غادي تغير. إذا لاحظنا أن مدة الشحن شحننا تقريبا مربع و 0.25، نقولو تقريبا مربع ونص يعني 1.5 ملي سكوند، أي أن مدة الشحن المكثف 1.5 ملي سكوند بالنسبة ل 0.47 ميكرو فاراد. إذا الاستنتاج كلما نقصت قيمة سعة المكثف تنقص مدة شحن المكثف، وبالتالي يمكن نخرج بخلاصة عامة. العوامل المؤثرة على مدة شحن المكثف هما 2، مقاومة الموصل أمي وسعة المكثف. طول تتناسب اضطرادا أو مدة الشحن تتناسب اضطرادا مع كل من المقاومة R